السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عامل لكم حلقه عن تصميم غرف النوم زي ما حضراتكم طلبتوا مني. في كتير من الناس طلبت مني اتكلم عن غرف النوم، الوانها وترتيبها وكده. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن غرف النوم. خليكم معايا وكملوا الفيديو جدا. وهي نقطه اللون، دايما تبتعد عن الالوان المشعه والالوان الناريه مثل اللون الاحمر والاصفر والبرتقالي. ومع الابحاث اكتشفوا انه الالوان المحايده واللون الازرق والاخضر دول افضل الوان للانسان يعيش فيهم، لان بالمنظر كده هم موجودين معانا في الطبيعه، مثل اللون الالوان المحايده مثل الابيض والاسود، ودول موجودين معانا في لون التراب ولون الرمل، واللون الأزرق موجود معانا في لون البحر ولون السماء، ومعانا اللون الأخضر في الزرع والشجر وكده. فيفضل إن أنت تختار من الألوان المحايدة أو اللون الأزرق والأخضر وتدرجهم. لو أنت بتحب تنوع في الغرفة درج منهم درجات، يعني غامق وفاتح، وكده النقطة الأولى تكون انتهت. النقطة الثانية اللي هتكلم فيها وهي نقطة توزيع الأساس. يجب إن احنا نوزع الأساس في الغرفة بطريقة منتظمة ومتساوية عشان نحصل على شكل غرفة جميل ومتناسق. يعني ما ينفعش إن احنا نخلي الغرفة أو الأساس بتاع الغرفة كله في حائط واحد وباقي الغرفة مش موزع كويس. يعني أنا بشوف ناس بتخلي السرير وجنبه الكنبة أو الشازلونج في نفس المكان وباقي الغرفة شكلها متبهدل خالص. فنقطة توازن الأساس دي نقطة مهمة جدا جدا عشان تحصل على مظهر كويس في الغرفة ومريح. النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها وهي نقطة الخصوصية أو خصوصية غرفة النوم. غرفة النوم دي يجب أن تكون جزء من أسرارك الخاصة. ففي خطأ كبير جدا بيقع فيه كتير من الناس، وهو أنه بيضع السرير أمام باب الغرفة. فدي حتة مش كويسة. المفروض ان انت تخلي السرير بتاعك بعيد او غير مقابل لفتحة باب الغرفة، لان دي جزء من حياتك الخاصة، ويجب ان انت تخلق خصوصية لأوضتك اللي انت بتنام فيها. فمع الاحراج يعني وكده، المفروض ان الانسان يخلي السرير في مكان غير مقابل لباب الغرفة. النقطة الاخيرة اللي هنتكلم فيها وهي نقطة الاكسسوارات. والإنسان بيعكس إحساسه وشعوره عن طريق اللوحات أو الإكسسوارات اللي تكون في غرفته، لأنها بتخلق روح حلوة في الغرفة. وآخر حاجة بقولها لكم، وآخر نصيحة، لما تيجي تصمم شغلة حضرتك اهتم جدا بغرفة النوم، لأن دي آخر حاجة بتشوفها قبل ما تنام وأول حاجة بتشوفها لما بتصحى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.